Pourquoi tu l'aimes? Moi, tu es directeur, tu n'es pas en français. Tu dois être une autre bonne hack. Moi, je suis une bonne blague. Tu me rappelles, lui, je vais te mettre. ولكن واقع هذا هو الواقع المشكل الكبير اللي ما نطرحش هو انه اليوم عندنا واحد الاقتصاد وطني اللي هو تطور ولكن نسبة النمو ديالو تتراجع اللي هو اكثر من ذلك هو المحتوى ديالو ديال التشغيل فهو يتراجع بل كانت عندنا نقطة نمو تتخلق 40,000 فرصة شغل سنوية اليوم نقطة نمو تتخلق فقط 20,000 فرصة شغل سنوية بهذه السياسة ديال هذه الحكومة وبالتالي وقع ضعف كبير ديال فرص الشغل وبالتالي عندنا واحد الظاهرة خطيرة ونعاود نرجع لهذه النقطة باش تبقاو متبين معايا الظاهرة وهو أنه اليوم نسبة البطالة غتشوفوها تتبقى في 10% تعود 10% وبالتالي يمكن تقولوا مزيان هو الاستقرار كاين في البطاله ماشي مشكل ولكن حنا كنا عارفين بان ما كاينش واحد عنده ولدو خاختو الى اخره اللي ماشي عاطينا ما كاينش واحد فينا اللي ما عندوش واحد من عائلته اللي هو عاطي هذا واقع يمكن هذه النسبه من تجي هذه النسبه تجي من كون المرور السيده تخطط على تدير البحث تتسولوه تسول الشباب واش نتوما خدامين ما خدامينش واش تنجحوا الشغل كاين العديد من الناس تيجيو تيقولوا حنا ما تنجحوش على الشغل وبالتالي نعطيكم اشاره اخرى باش تعرفوه وهو الساكنه النشيطه اي الناس اللي هما تيشتغلوا او تيبحثوا عن الشغل فهي في تراجع في وقت ان الناس اللي هما في سن الشغل فهو تترتفع اذا المشكل وهو ان الناس الشباب ديالنا والنساء ديالنا فقدوا الثقه فقدوا الثقه لان ما بقاش يقولوا حنا تنبحثوا عن الشغل لان عارفين بان ما كاينش شغل هذا هو الواقع الحقيقي اللي هو كاين وهذا مره اخرى اشكاليه كبيره تزيد الزم الثقه اللي كاينه فيه زم الثقه اللي كاينه فيه لكن حنا شنو تنقولوا في هذا النموذج التنموي الجديد تنقولوا اليوم حنا بحاجه الى ان نجعلوا التشغيل اولويات الاولويات وبالتالي هذاك الدعم اللي تتعطى للشركات الكبرى والدعم اللي تتعطى للقطاعات والدعم اللي تتعطى كله تحسوكم مشروع بالشغل خلصتي فرص الشغل نعطيوك الدعم ما خلصتي فرص الشغل شنو نديرو ما كاين دعم هذا هو المنطق اللي بغينا نمشيو فيه وبالتالي هاد السياسات كلها اللي تدار غنشوفو هاد السياسة غتخلق فرص الشغل مرحبا هاد السياسة ما تخلقش فرص الشغل بل غتقتل الشغل ما يمكنناش نقبلوه هذا هو السياسة اللي حنا تنقترحو وبالتالي اليوم اللي بغيت نقول لكم وخصوصا في العالم القاري العالم القاري وهاد المناطق خصنا نكونوا واضحين راه وهذا اقتراح اللي جينا فيه حنا تنقولوا ما كاينش
منطقة أو ما كاينش واحد الإقليم أو واحد الشر أو واحد الجماعة اللي ما عندهاش واحد المكونات، وبالتالي ضروري نجهلو أنه ضروري يكون في كل جزء من الجمعية في كل جماعة قروية ضروري أننا نضبو واحد المنطقة ديال الأشخاص، لأن كل حد كل منطقة عندها الإمكانية ديال التنمية باش نخلقو فرص شغل في المنطقة. ثانيا كذلك نديرو كذلك واحد المركز خاص ديال الخدمات الإدارية. اليوم لا يعقل أن تخصنا نمشي للمدينة باش ناخد تعقيد، لا يعقل أننا تخصنا باش نحل المشاكل الإدارية ديالي أنني تخصني نكون الوقت أنه اليوم حتى بالنسبة للناس المتقاعدين، المتقاعد تخصو يجيب شهادة الحياة هو عايش، خصنا نبدلو هادشي وبالتالي نخلقو واحد المركز خاص ديال الخدمات الإدارية كلها في المجموعة، وبالتالي نوصل البوسطة اللي تخص الضرائب كلشي، لأن دابا كلشي بالانفورماتيك الإعلاميات يمكن دير كلشي، وبالتالي تخصها تكون إرادة عند هاد الحكومة باش تدير. أما الحلول كاينة الكافية باش تطبيق دير كلشي في هاد المراكز، وتجعل أن المواطن أنه يمشي تريبلو يحل المشاكل ديالو بدون أي. أنا كنت مؤخرا في الصين ومشيت لواحد المدينة مهمة وداوني لهاد المركز، عنده مركز ديال الخدمات الاجتماعية تتكون 175 خدمة إدارية للمواطنين، كلشي بالأورديناتور، تتمشي تتبرك على بوطون يعطيك داكشي اللي بغيتي تتمشي لها. وعلاش حنا لا الصينيين قادرين وحنا ما نقدوش؟ أنا مقادين حتى هما. إذا حنا اللي بغينا نقولو اليوم بأن كاين حلول، تخصها تكون الإرادة، وخصنا نمشيو بالمنطق ديال الاستهداف. هاد الساكنة اللي تتعاني واللي تتعاني بحالكم، حان الوقت باش تعطينا العناية الكافية، حان الوقت باش ندورو الإمكانية باش تحسن ظروف عيش ديالها، حان الوقت باش نوصلو الخدمات الضرورية، حان الوقت باش حتى هي تستافد من الخيرات ديال البلاد، حان الوقت باش نضمنو الكرامة ليكم كلكم، لأنها تستاهلو تكونوا تعيشوا في عيشة كريمة في بلادكم. هذا هو اللي بغينا. تكلمت على الثقة، وضعتكم عطيتكم بعض المؤشرات ديال تراجع الثقة فيها. المشكل الكبير اللي حنا تنعيشوه اليوم وهو انه كاين بعض الممارسات اللي تزيد تفقد الثقة، وهذا هو اللي خطير. تكلمت على البعض منا ونزيدكم وحده ونزيدكم ثانيه. حنا عندنا واحد الحكومه اللي عندها واحد الاغلبيه مطلقه، اغلبيه مطلقه 65% من النواب ديالها، وبالتالي هذه الحكومه فيها 6 احزاب، وبالتالي حنا غير جوج الاحزاب اللي في المعارضه او ثلاثه اللي دخلنا، والاغلبيه ديال الاحزاب كلها راهي في الحكومه، اذا كلها مسؤوله على هذه السياسات اللي تنتكلم عليها. هاد الحكومة فيها 6 الأحزاب وعندها الأغلبية المطلقة، شنو تعني ذلك؟ في إطار الديمقراطية، أي أن الحكومة عندها الإمكانية دوز القوانين اللي بغات، أي أن هاد الحكومة عندها الإمكانية باش مكلها تقدم المشاريع وتنجز هاد المشاريع كما بغات، أي أن هاد الحكومة عندها القدرة والإمكانية باش تحقق الأهداف اللي دارت لها والبرنامج الحكومي اللي قدمت مزيان. حنا شنو تنشوفو؟ تنشوفو تانيين هاد الحكومة عندها واحد خاصية وهو ما عندهاش انتخابات وسط الولاية، أي أن الانتخابات إن شاء الله غتكون في 2021، وبالتالي ماشي بحال الحكومات السابقة كان بعد 3 سنين عامين تتكون عندك انتخابات وتبدا الصراعات داخل مكونات الأغلبية. ولكن هاد الحكومة عندها واحد الخاصية، الخاصية وهو أنها دخلات في إطار الصراع الانتخابي بين المكونات ديالها منذ البداية، وبالتالي هاد الصراع الانتخابي ما بين المكونات ديالها تجعل ان جوج الامور، الاول هو انها تتعطل الاصلاحات الكبرى اللي جات الملك تعطيهم مهلة باش دار مثلا السياسة المندمجة الشباب، هاد السياسة باقي ما عرفت النور، باش دار سياسة خاصة للتشغيل والتكوين المهني، هاد السياسة باقي ما عرفت النور، طلب منهم يراجعوا النموذج التنموي، هاد النموذج التنموي باقي ما جابوه، طلب منهم كذلك انهم يعيدوا النظر في السياسه ديال الماء وباقيات السياسه ديال الماء ما دارت، علاش؟ لهما ضيعوا وقتهم في الصراعات بيناتهم،
وبالتالي شنو توقع؟ توقع انه اليوم وهذا اللي خطير، انه اليوم بحكم هذه الصراعات الناس سيتسائلوا واش هذه الحكومه غتستمر ولا ما غتستمرش، واش غتكون انتخابات سابقه لاوانها ولا ما غتكونش سابقه لاوانها، واش هذه الاغلبيه غتبقى كما هي او لا تعدل، واش غيدار تعديل حكومي، داروا ديجا جوج ديال التعديلات الحكوميه في غير في هذه الظروف. حنا وصلنا لنص الولايه وباقي هذا السؤال، هذه الاسئله مطروحه، وبالتالي تتربي شنو؟ تتربي انتظاريه. انتظاريه الناس يتسائلوا. وانتم عرفتي واحد القضيه انتم عارفينها كلكم، اللي عنده فليساتو تيخاف على فليساتو، وبالتالي المستثمر الا ما عندوش رؤيه واضحه فهو تينتظر هاد الرؤيه. اذا انت تربي انتظاريه، ملي تتربي انتظاريه شنو تيوقع؟ تيوقع ان الاستثمار تيوقف. واليوم يمكن نقول لكم بان مستوى الاستثمار فهو انخفض بزاف، زياده ديال القروض فقط 2% فقط. ملي تقول 2% لازم التدخل هو والو، اي انه الاستثمار وقف. ملي الاستثمار وقف في البلاد شنو توقف؟ توقف التشغيل. ملي توقف التشغيل شنو توقف؟ توقف الارتقاء الاجتماعي، توقف كذلك الاستهلاك، وتتنخفض النمو، وتعاود تنخفض التشغيل الى اخره. وهذا هو المشكل الكبير. وبالتالي بهاد السياسات ديالهم وبهاد الصراعات ديالهم شتي دير هاد الحكومه؟ تتربي ازمات الثقه، وبالتالي ازمات الثقه تترتفع، وهذا هو الخطر بالنسبه لبلادنا. وخصوصا كما تعلمون انتم شفتوا الحوار الاجتماعي اللي كان مفروض يحل المشاكل ديال المغاربه ويتزاد في الاجور ديالهم وتزاد في الدخل ديالهم، هو واقف هذه عامين. انتم اش باقي ما وصلوا للنتيجه؟ انتم شفتوا كذلك مشاكل في مجال ديال التعليم مع المتعاقدين، والمشكل اللي هو مطروح هو الناس ولادنا ما تمشيو للمدرسه، وبالتالي ما كاينش تمدرس لانه كاين الاضراب الى اخره. وهادشي كله تيغذي الاحتكار الاجتماعي وتيغذي ازمه الثقه. وبالتالي انا اللي بغيت نقول لكم اليوم بان من هذا المنبر بغيت نرسل رساله للحكومه وباسم كل منكم، لانني منكم، بغيت نقول للحكومه كفى، كفى من الانتظاريه، كفى من الصراعات، حلوا المشاكل ديال المغاربه، خدموا المغرب، خدموا البلاد، لان الاساس في هادشي كله ماشي هو الانتخابات، الاساس في هادشي كله ماشي هو شكون غيجي الاول، الاساس هو كيفاش نجعلوا ان المواطنين يتقوا بلادهم. كيفاش نجعلوا اننا نوقفوا الهجره السريه؟ كيفاش نجعلوا ان الطبيب ان المواطن يوصل يتقدم له الخدمات الصحيه؟ كيفاش نجعلوا ان ولادنا يقراوا مزيان؟ كيفاش نجعلوا ان نوفروا وسائل الارتقاء الاجتماعي؟ كيفاش نجعلوا ان التضامن يكون حقيقي بين كل المواطنين؟ كيفاش نعطيو الامكانيه للمناطق ديالنا خصوصا المناطق الجبليه باش انها تحسن ظروف العيش، باش نكون كلنا ان شاء الله نستافدوا من الخيرات ديال هذه البلاد. هذا هو الرساله اللي بغيت نبلغ من خلالكم للحكومه. ونقولها بكل صراحه وبكل وضوح، ولو حنا في المعارضه، الى الحكومه مشات معنا في التوجه حنا مستعدين نصوتوا على القوانين اللي تتمشي في التوجه. وهادشي اللي كنا نديرو، ما يمكنش نديرو اكثر. ولكن حنا كحزب اللي هو وطني، حزب اللي هو عنده هاد الصبغه الاستقلاليه، حنا تنقدموا بدائل للحكومه، نقول لها كيفاش تحلوا المشاكل، تنقدموا لها الحلول، تتمنى غير لعله وعسى انها تسمعنا ودير براينا وتخدم المواطنات والمواطنين. اذا باش نختم، هو انه اليوم كاين اراده ساميه ديال جلاله الملك باش يكون نهوض بهذا الاقاليم، كاين هنا حنا كحزب الاستقلال في اطار النموذج التنموي باش تعطي الاولويه للمناطق الجبليه وتكون واحد الرعايه خاصه ودار واحد المخطط تنموي خاص للمناطق الجبليه. وكاين واحد التصور اللي قدمنا اللي تهدف ان يكون استهداف هذه المناطق واستهداف الاسر الفقيره، استهداف كذلك المسنين باش حتى هما يستافدوا من الخيرات ديال البلاد، ونجعلوا ان شاء الله كلنا نحققوا الامل ديالنا وهو نعيشوا في كرامه في بلادنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى. إذن الإخوة استثناء
فهاد اللي قاعد تواصلوا ليه غادي نعطيو الكلمه السي طارق باسم الساكنه باش يعرض بعض المشاكل ونختموا من بعد. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بك ابن عمي. ومرحبا بك حتى انت. ومرحبا بك في القبيله ديالك ومع ابن عمك وفي الارض ديال الاباء والاجداد ديالك. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالساده ديال الاعضاء ديال المكتب التنفيذي. مرحبا بالاب الروحي سي النقيب ديال الشرفاء العالمين سي عبد الهادي بركه. السيد الامين العام كما كتعرفوا على ان الدوله واحد السياسه عامه. طبيعه الحال هذه السياسه العامه ملي كتبغي تترجم على ارض الواقع طبيعه الحال كتستعمل او كتستخدم واحد المجموعه ديال الاليات اللي هي عباره عن مخططات وبرامج واستراتيجيات اللي من خلالها مش ترجم سياستها على ارض الواقع. وطبيعه الحال خاصها تنفذ داك الشيء هي اللي باغا ديرو. لكن الاشكال مش نحاول نكون مركز باش نحاول على انني نختصر شويه الوقت. بالنسبه للمخطط الاخضر يعني كما كنعرفوا البرامج ديال المخطط الاخضر فش علاش؟ لان كنعرفوا احنا بالنسبه في المغرب كاين 20% ديال الفلاحه الكبار هما اللي كيستافدوا 80% ديال الفلاحه في المغرب و 80% ديال الفلاحه اللي هما صغار كيستافدوا غير من 20% في الدعم. اذا على ان احنا هنايا هذا المخطط هذا او هذا البرنامج اللي جينا على انه ماشي حد من الفوارق والى اخره هذه بالعكس راه زاد عمق الفوارق ما بين الفلاحه الكبار والفلاحه الصغار. ولا ذاك الكبير اللي عنده اعفاء ضريبي وعنده امتيازات زدنا ان احنا دعمناه ب 80% بينما ذاك الفلاح الصغير حتى ذاك 20% راه كلها راه كتعتمد غير على ذاك الفلاحه الذاتيه او ذاك الفلاحه المعاشيه اللي يدير عنده مرجع يدير كما كنقولوا حنا بالضيق ويدير الزرع وعنده المعيزه وعنده البقيره وعنده هذه الى اخره باش كيعيش. راه حتى الدعم ما كاينش السيد امين العام. الفلاح الصغير ما تدعمش المخطط الاخضر. حتى هاد الناس هادو اللي نفكروا المخطط الاخضر وما جيهم خبراء من كندا ومن فرنسا واش حنا ما عندناش؟ واش هذاك اللي عاد يجي واش عاد يشكل معنا واش عاد يعرف الواقع ديال المغرب واش كان مهم في السيد الامين العام؟ واحد جوج بالنسبه لهذا البرنامج ديال التنميه ديال العالم القروي اللي الله اعلم واقيلا على ما اظن ترصد له 50 مليار ديال الدرهم السيد الامين العام. ما موقع العالم القروي والمناطق الجبليه من هاد 50 مليار ديال الدرهم اللي تغلق في 2016 وعشان 2022 وحنا في 2019 معنا دازت ست سنين. السيد الامين العام انتم راه كتعرفوا المنطقه ديالكم كتعرفوا القرن العالم القروي هاد الناس هادو شنو مستفدوا الى حد الان 16 17 18 19 وهاد الفلوس هادو اللي عندهم وخصوصا ديك الناس اللي كيهللوا 21 ما عرفتش شنو كيقولوا المغرب غادي نشوف الفلوس بعدا عاد نقشوا 20 21 واش عاجب موراهم هادو من جهه لا تستطيع استفاعهم هذا من عمله خصنا نشكيلي باش نوصل هذا الشيء راه الناس هادو راه عرفتي باش جاو راه شو عند من عمله وباغيين يقولوا لي يسمع منهم هادو راه هادو السينيزا ذاك الفلوس راه باش يحاربوا الكيف راه خصهم يجيبوا ذاك الفلوس هادي هي المحاربة ماشي عاد يجيو يديروا فور الحفظ التحويله ولا مرجع بالكيف وديه للحبس وخلي مراته وولاده مش راضيين وخاصو يرجع ديك الفقره وتجي تطلع عليه عاود في الحبس منين يخلص براسو على الله وشوفوا من هاد الناس شويه هاد البرامج هادي هاد الناس هادو بغاو يستافدوا منهم وسيدي زال الله يرحمه هذيك واحد المساله باقا اخرى هاد الجماعه الترابيه احنا راه متبعين هاد منذ صدور القانون ديال 62 الظهر ديال 76 الى حدود 2002 لما جا القانون ديال 78 استبشرنا خير وقلنا الجماعات شويه عادي ورفعوا الشعار ديال الجماعات المحليه في افق 2015 وداروا لنا واذا به جينا احنا لما دخلنا في 2002 قال لك عديروا واحد المخطط خماسي درنا داك المخطط الخماسي ما جينا نديروه ونوجدوه ترصدت له شي مبالغ اللي داروا شراكات مع مؤسسات وتخصصت فيها فلوس كبيره السيد الامين العام مزيان ما جينا ندوزو ثلاث سنين قال لك لا داك المخطط الخماسي راه خصكم تحيدوا فيه شويه وديروا شويه هيدا درنا دازت الولايه جات الولايه الثانيه وما بقاش المخطط الخماسي ولا المخطط التنموي
داك المخطط التنموي اللي درنا بغينا باش نخدموا استاد ونا باش قال لك لا خصكم ديروا لنا الاولويات درنا داك الاولويات وهذا المشكل سيد الامن العام ولا خصك دير الشراكه والجماعه عندها 100000 درهم ديال الفائض يقول خصك دير الشراكه العام نعاد دير الشراكه والله الا مشيتي تسول خصك 200000 درهم سيد الامن العام وشكرا باش ما نطولش عليكم السلام عليكم شكرا للاخ طارق على هذا التدخل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سي الدكتور نزار بركات اللي تعبنا مرحبا بك تشرفك. وكنشكرك على هذا اللقاء العظيم. مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك وشكرا سي نزار بركات. عندي خمسة نقاط سي نزار بركات. أنا بالنسبة للجماعة يوم العروس من 85 هي الغائبة على كانت عند كان عندنا البارد هنايا ما كاينش شا كان عندنا الفيطار دي هنايا بسم الله حتى كان كيستافد ما كاين والو كان عندنا السي بركة السي نزار الله يحفظك ويمشي روح ماشي نشكي لك لا لا تسيدي هكاك السي بركة عندنا السي نزار عندها 200 درهم باش نمشي للطبيب ما فيش كان بغيت شي حاجه بحال واحد لا تيسي لا تيسي فرحنا احنا فرحنا احنا فرحنا فرحنا فخورون بك فخورون بك فخورون بك فخورون بك شكرا للاخ العظيم ابن امبركل شكرا انا بغيت نشكر الخوين اللي خداو الكلمه واللي عبروا على عده اشكاليات اللي مطروحه وغنحاول نتفاعل معاهم اولا بالنسبه للاخ العزيز الكلام اللي قلتي تزيد ياكد القناعه ديالي بان من الضروري اننا دار هذه الدار للخدمه العموميه البوسطات خصها تكون بني عروس ما يمكنش ما تكون وضروري ان في هذه المناطق كلها اننا تكون عندهم توفر كل الخدمات الضروريه بالنسبه للمواطن وانا نقول لكم واحد القضيه اللي هي تدار باش نكونوا كذلك منصفين كاين دابا تطلق واحد المشروع مهم اللي اكد عليه جلاله الملك هو المشروع ديال السجل الاجتماعي الجديد شنو هو السجل الاجتماعي الجديد هذا السجل الاجتماعي الوطني وهو ان الناس الفقراء غيسجلوا راسهم باش نديروا واحد الاحصاء وطني ديال كل اسر المغرب هو اللي فقير هو اللي متوسط هو اللي غني الى اخره وهذا السجل الوطني غتعطي فرصه باش نعرفوا شحال واحد يخلص الدور الماء شحال عنده الدخل الى اخره شنو شحال عنده الدراري شحال عنده الناس اللي هما
عاطي ليش كانوا الى اخره النقط كلها اللي هي اساسيه اللي غتكون. هذا السجل الاجتماعي الاهميه ديالو شنو هو؟ ولا انه غتكون فرصه باش نعرفوا كذلك الخدمات اللي هي تتقدم للمواطن. وبالتالي غيبان المواطنين اللي هما بحال اللي قلتي اللي ما عندوش البوسطه، ما عندوش كيفاش يوصل، ما عندوش الدعم، ما عندوش هادشي، هو اللي تيخصنا نعطيوه الدعم ونبداو نغيرو هادشي كله. وهذا هو المشروع المهم اللي غيدار. وبالتالي حنا اللي تنقولوا هو هاد السياسات الاجتماعيه اللي غتكون تيخصها تكون مرتكزه على هاد السجل الاجتماعي ديالو. الهدف ديالو هو ان هاد المواطن اللي هو فقير واللي هو عايش فقير والاسره ديالو فقيره، حنا بغينا نهضوا بالاسره ديالها باش نخرجوهم من الفقر كيفيه نهائيه. ولكن ماشي الفقر فقط المادي، لان انا نقول لكم ملي تناخذوا النسبه ديال الفقر تنصيبوا 4.8% للصعيد الوطني اللي مرتبط انه شهاد الناس اللي عندهم 20 درهم في النهار، فوق 20 درهم تنعتبروا ماشي فقير في اليوم كشخص. ولكن هاد النسبه ماشي حقيقيه، لان الفلوس ماشي هي كلشي. باش نعتبروا الفقر الحقيقي خصنا ناخذوا بعين الاعتبار التعليم، الصحة، الطريق، السكنة إلى آخره. ملي تناخذوا هادشي كله تنصيبوا بأن نسبة الفقر تترتفع تتوصل 16% 20% حسب هاد المعطيات الجديدة. وبالتالي ملي تنتكلموا مع هاد الأسرة خصنا نشوفوا هاد البعد اللي تكلمت عليه، أي أن شنو هما الخدمات المقدمة للأسرة باش يمكن لها هي تطور وتحسن ظروف عيش ديالها بأن باش هادشي كله يوصل لكم. وهادشي اللي عندنا في هاد البرنامج، ما طلبتي إلا اللي حنا تناكلوا عليه. بالنسبة للجانب ديال المغرب الأخضر، هنا بالنسبة للقضية ديال المغرب الأخضر خصنا كذلك نكونوا منصفين. المغرب الأخضر حقق عدة إنجازات وبان من خلال الإنتاج اللي هو الضعف إلى آخره، هذا واقع. نقطة أخرى اللي تقالت هو أنه كذلك أن سميتو الفلاحة الكبار تتوصلوا بالدعم، صحيح هما اللي تياخذوا اكبر عدد حصه في الدعم، ولكن زدتي قلتي بان ما تخلصوش الضريبه. انا نقول لك ملي كنت وزير الماليه في اطار العمل ديالنا في اطار التصور ديالنا ديال التضامن اللي ما تنعتبروا بان تخص يكون التضامن في بلادنا وكل شيء تخصو يخلص الضريبه، اننا وضعنا بالنسبه للكبار بايد من جهه الملك اننا دوزنا في القانون الماليه ان الفلاحه الكبار يخلصوا الضريبه، راه هما اليوم تيخلصوا الضريبه. النور هنا انه اللي تيشد اكثر من 5 مليون ديال الدرهم ديال الدخل السنوي تيخصو يخلص الضريبه. وهادشي تيدار. صحيح ان الوزاره من بعد ما حددتش المعايير الكافيه باش انه نضمنوا ان يكون انصاف هذا الاطار وتكون ضريبه مقبوله، ولكن على الاقل المبدا راه هو كاين وتجاوزناه بفضل السياسه ديالنا ديال حزب الاستقلال. النقطه الثالثه كذلك المشكل الحقيقي اللي هو مطروح، وعاد نرجع للنقطه ديال تنميه العالم القروي. المشكل الحقيقي اللي هو مطروح هو في الواقع ان الناس نتجوا، ولكن المشكل هو الثمن هبط. علاش؟ لان الانتاج كثير والطلب ضعيف. علاش؟ لان برنامج المغرب الاخضر مع الاسف ما وجدش تسويق ديال هاد المنتوجات، وبالتالي الفلاح الكبار هما تيستطيعوا يصدروا والفلاح الصغير تاكل الدق. وهادشي اللي وقع لنا، انتم شفتوا عشنا واحد الواقع بالنسبه لبعض المناطق اللي هما اليوم الناس خلاو الليمون ديالهم في الجر، لان التكلفه باش يخرجوا 20 سنتيم وتيتباع الليمون فقط 30 سنتيم، ما عندهم ما يربحوا في هادشي. هذا هو الواقع اللي وصلنا له حامض. وبالتالي اليوم اللي تيخصنا، وبالتالي ثانيا ما دارش صناعات غذائيه باش تحول هذاك المنتوجات. شفنا في الزيتون كذلك نفس المشكل اللي وقع، ان الثمن هبط بزاف، وعاد هادشي غيتزاد الانتاج لان البرنامج المغربي الاخضر عاد بدا يعطي الثمار ديالو، وبالتالي المشكل غيزيد يكبر. وبالتالي اليوم جات الملك استقبل الوزير وطلب منه باش يراجع ودار هذا المغرب الاخضر باش نحلوا هذا المشكل الكبير. النقطه الثالثه اللي طرحتي هي البرنامج ديال 50 مليار ديال الدرهم اللي وضع جات الملك للنهوض بالعالم القروي. ها هو كاين اراده ملكيه كبيره في هذا الاتجاه. المشكل الحقيقي
وهو ان هذا الصندوق ديال تنميه العالم القروي وديال المناطق الجبليه انه اولا بحال اللي قلتي اشكال وهو ان الوتيره ضعيفه ديال الانتاج ديال وبالتالي اللي توقع وهو انه اليوم كاين الفلوس ولكن ما تتصرفش علاش لان العمل ديال الحكومه بطيء وبالتالي بحال اللي كنا تنديرو حنا مثلا في الطرق القرويه كنا تنديرو في 6 سنين 10000 كيلومتر هما في 6 سنين تيديروا 5000 كيلومتر ديال الطرق القرويه وبالتالي هذا هو الاشكال هو الفلوس كاينه ولكن ما تتصرفش بالقدر الكافي وما تتوصل لكم بالقدر الكافي ثالثا هذا البعد المندمج اللي تنتكلموا عليه ما كاينش اي انه تكون مخططات تنمويه خاصه بالعالم القروي باش نضمنوا ان الفلوس اللي تيكونوا ان يكون عندها وقع اكبر على المواطنات وعلى المواطنين وبالتالي اللي تنقولوا حنا وتناكدوا عليه بان تخص في اطار هذا العمل اللي انطلق ولكن باش نكونوا كليكونسيف راه انطلق ولكن تيخصنا نصنعوا الوتيره ويكون استهداف ومعلوم هاد المناطق اللي هي تتعاني من المشكل اللي تكلمتي عليه ضروري تكون واحد التفاته خاصه باش الناس يخرجوا من هذه الاشكاليه بكيفيات نهائيه ونضمنوا ان شاء الله الدخل الفردي ونحسنوا الظروف عيش ديال الساكنه في هذه الاقاليم. اخيرا بغيت نقول بان هذه النقاط كلها اللي تكلمنا عليها والنقاط اللي درناها كذلك في اللقاءات الاخرى كلها غندمجوها ونقدموا للحكومه ان شاء الله الفريق ديالنا البرلماني غيقدم واحد الملتمس اللي يكون فيه هذه النقاط كلها اللي تكلمنا عليها ونقول لهم ها هو التصور ديالنا ها هما الاقتراحات ديالنا باش نهضوا بالمناطق الجبليه وخصوصا بالساكنه ديال هذه الدائره ديال مولاي عجلان بن مشيش. اذا بغيت نشكركم مره اخرى على الحضور ديالكم والبقاء ديالكم معكم اليوم بغيت نشكركم كذلك على حسن الاستقبال وبغيت ناكد لكم بان غنبقاو دائما معكم لاننا حنا كنعتبروا بان انا منكم وانتم مني وبالتالي ضروري اننا تكون واحد عنايه خاصه بهذا الاقليم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا شكرا. اغيتنا يا نزار اغيتنا يا نزار اغيتنا يا نزار اغيتنا يا نزار. اذا شكرا للحضور الكريم على سعه صدره معنا كذلك ما تفوتنيش الفرصه قبل ما نقدم واحد الاعتذار اللي قدموا لنا الاخوان ديال زعروره اللي عندهم الان رغم في الصد ولكن ما جبروش فين يجيو لان المنطقه صعبه. اذا نشيد حزب شكرا. حقوق ويا دخردان